العجينه اللي هي ممكن بتقولوا عنها اللي هي عجينه التارت او نفس المقادير اللي احنا عاملينها دي ممكن تكون قاعده للكيكه اللي احنا نعملها، يعني دي ممكن تكون تارت محشيه شويه حاجات او تكون قاعده للكيكه. يبقى الكيكه بدل ما بجيب انا الكيكه واحط ورقه وكده، ممكن بجيب ديت واعملها قد الكيكه وبقطعها او بحطها بنفس المقاس، وبعدين بعمل الكيك واحطه عليها. والكيكة دي هتبقى كيكة فاكهة اللي هي فاكهة استوائية. نجيب هنا قطعة زبدة، وبتأكد انها بتكون زبدة طرية، ومع ديت بضيف السكر. نزود السرعة هنا، بضيف السكر، والسكر بيكون سكر خشن. حط شوية هنا من السكر الخشن، نعدي عليها شوية. اذا كنت استعمل بيكنج باودر او فانيليا حطها هنا مع الحاجات الجافه. السكر ما بعتبروش مع الحاجات الجافه، تبقى زي الكريمه. ابتدي اضيف البيض، اتاكد هنا ان بس البيض اللي بستعمله هو اللي بينزل جوه هنا، وبعدين بحط عليها الفاكهه، اي فاكهه انا عايزها. احنا عملنا هنا عنب وزبيب، لكن هنا هستعمل فواكه استوائيه. الفواكه الاستوائيه بتنقسم لفاكهه سايبه او طريه، وفاكهه تانيه بتبقى جامده متماسكه. يعني لو انا جيت وقلت ان انا هستعمل نوع من انواع الفواكه زي المانجا او البابايا او الباشن فروت او حتى التفاح، الباشن فروت والمانجا والبابايا مش هيستحملوا طبخ زي التفاح. يبقى اذا كل حاجه ليها حاجتها. فانا هجيب جزء من الفاكهه اللي هي شبه جامده شويه احطها او صلبه جوه الكيكه، وجزء تاني بحطها وازوق بيها. بس اثناء ما احنا بنعمل كده هنضيف الدقيق، وممكن ناخد اتصال. الو الو، مرحبا. يا اهلا وسهلا. ليه بدي اعرف كيف بتعمل البرياني؟ البرياني؟ البرياني تحت امرك. تحت. عايزه تعملي برياني معين؟ يعني نوع معين من البرياني؟ لا مش خضار. نوع معين؟ أوكي. لا مش أوكي. خضار، بس دجاج. مع دجاج؟ دجاج، اوكي تحت امرك. نعم، بس لو سمحت انا عندي الرز ما بيزبط معي، يعني دائما بيطلع مخبوس شوي. يعني انت بتعملي برياني بس مش بيزبط معاكي؟ يعني انا جربته مره بس ما زبط معي. كان ايه المشكله طب اللي فيها اللي حصلت؟ الرز كتير عم بيخبص، بيبقى طعمه مثلا مش حاطه كل المكونات. يعني لما بيخبص بيبقى طري لدرجه طري. ان هو ايوه طري، يعني بيطلع حبه حبه لحال. مثلا هو المشكله بتبقى في السائل اللي انت حاطه سائل زياده، يا اما ما حطيتوش على نار. انت بتسويه ازاي؟ طب خليني اسالك بعد اذنك سؤال، انت بتسويه ازاي؟ انا بحط المي. نعم. وبحط غير الرز فوقهم، وبحط المكونات. المكونات ايه؟ يعني انت لو عايزه تعملي برياني الدجاج اللي احنا بنقول عليه، المكونات ايه؟ بتعمليها ازاي؟ مكونات مي الدجاج. ايوه. وبهارات البرياني. طيب. وقليل من اليانسون. طيب انا هقول لحضرتك، هو هقول لك بسرعه، لكن ان شاء الله نبقى نعملها، لانه مهم جدا انا اعملها صح، لان الاكل ديت في حاجات تتوصف وتتقال، وفي حاجات لازم نعملها على اساس نشوفها. فنرجع لموضوع الكيكه اللي احنا قلنا هنعملها. فالكيكه انا عملتها كعجينه، وبعدين بقول ان بعد ما بحط كل المكونات بتاكد انها كلها تدخلت مع بعضها، وحطيت الزبده الاول ودوبتها في السكر، وبحط مع ديت مكسرات، ممكن نختار عين جمل او الجوز. والفاكهه زي ما قررنا ان في نوعين من الفاكهه، يعني في الفاكهه الاستوائيه زي المانجا ممكن نستعملها، حط هنا شويه من المانجا. احنا استعملنا عنب هنا في قلب الخبز، ودوت ممكن استعمله، او استعمل بابايا واناناس وخوخ، حاجات تستحمل، بس مش هحط معاهم يعني التفاح، لان التفاح يبقى جامد شويه، يبقى حاجه هتستوي قبل التانيه. بحط كل دول مع بعض، ولو عايز اي انواع من الالوان زي الكريز ده ممكن اضيفها. نقول لكم على مقاديرها، واخلطها واحطها فوق القاعده اللي هي كانت عجينه البسكوت اللي احنا قلنا دي ممكن تستعمل زي فكره الكي لاين باي اللي هي كانت اتعملت يوم الخميس، اللي هو كان شيف كيني من الويستن هوتيل عملها لنا. المقادير اللي انا بستعملها هنا كانت عباره عن 3 ارباع كوبايه من الزبده، وكوبايتين من الدقيق، ومع دول بحط 3 ارباع كوبايه من السكر، ومعاهم بحط 4 بيض. وبالنسبه للكي لاين باي بيبقى بياض بيض بس. وبعدين حطيت معلقه صغيره من الفانيليا للطعم، وبيكربونات الصودا بتكون معلقه كبيره علشان الكيكه نفسها تبقى هشه، لان فيها كميه سائل كتير، وانا عايزها تاخد كميه كافيه من ترتفع ارتفاع كافي.
الفاكهه كان بقى كوبايتين مشكلين بالطريقه اللي انتوا حابينها، بس راعوا انها ما تبقاش حاجات ناشفه او حاجات مبلوله. والكريمه اللباني كانت جواها غير الكريمه المخفوقه، هي كريمه جواها جوه الكيكه نفسها. فدي بتكون الفكره بتاعت الكيكه اللي هي بحطها في قلب القالب وبدخلها فرن بيكون 170 حرارته، بس بتاخد وقت اطول شويه، يعني دي بتقعد حوالي 45 دقيقه. حطها هنا اهوت في الفرن، بتاخد 105 بتاخد في 170 درجه الحراره، تاخد حوالي 45 دقيقه، ممكن تاخد ساعه لان فيها سوائل كتير. برضو في الرف اللي في النص طاين اهو، سيبها ديت عبال ما تستوي. نفكر لها في اكتر من طريقه ممكن نقدمها ازاي. الكيكه بيبقى ليها القاعده في الحاله ديت، انا مش بحتاج احط لها حاجه من تحت عشان يعني الكيكه نفسها محطوطه وليها القاعده بتاعتها. يعني ديت مش قاعده الكيك، دي اللي هي بتاعه زي ما بيقولوا عجينه البسكوت او السابليه او اللي هو الفطاير اللي احنا سالنا عليها من شويه. فدي تكون هنا ونزينها ممكن بشويه صغيره من السكر البودره، شويه بس صغيره مش هنكتر. ولو حابين ممكن نحط شوكولاته، واخلي الحته اللي في النص ديت على اساس ديت استعمل فاكهه من الفواكه اللي عندي. الفاكهه اللي احنا استعملناها من جوه او فواكه تانية زي اللي هي فكره الدراجون فروت، تبقى عامله زي فكره الكيوي من بره، بتبقى شكلها والوانها مميزه. البابايا ممكن استعملها، ممكن استعمل بس قطع صغيره على اساس هي ديت اللي احطها. المانجا حاجه من الحاجات اللي هي بيبقى لونها مميز ومختلف، ممكن نجيب هنا قطع من المانجا نعملها بالطريقه ديت، وتبقى برضو للتزيين نعملها نحطها كده. واذا كان الفكره في الباشن فروت، في اللي هو التروبيكال فروت، في الباشن فروت اللي بتبقى من جوه زي القشطه، يعني ممكن الشكل بتاعها كده، او هي نفسها افضيها بتبقى عامله زي الورده واحط فيها صلصه. يعني لو عايز احط شويه صلصه ممكن احطها في الطبق نفسه. هناخد حته القشطه ديت ودي تبقى زي كوبايه محطوط مدلوق منها الصلصه، ناخد دول من هنا منها هنا ونعمل لها صلصه. عندي شويه من المانجا اللي ما قدرتش استعملهم جواها، ممكن نحطهم هنا في الجنب ونزين بيها الطبق مع شويه سكر صغيرين. نحطها هنا شوية صغيرة هنا من المانجا. لو عايزين فراولة، توت، أي نوع ممكن تحطوها، أو حتى الليتشي، بس نعمل تناسق في الألوان. يبقى هنا كل العملية كلها فكرة اللي هو الفواكه الاستوائية. بجيب قطعة من الكيكة، نقطع حتة صغيرة هنا من الكيكة ونحطها في طبق التقديم، فبيكون كمية الفاكهة اللي موجودة فيها كمية كافية إنها تبان، وفيها ألوان مختلفة، يعني كل حاجة لونها مختلف عن التاني. والفاكهة نفسها لو حابب ممكن نحط قطعة من الكيوي أو قطعة من المانجا، يعني ممكن نجيب دول نحطهم فوق هنا هو بس يا دوبك كده، مش للتزيين أكتر من إن هما ما أجي أقدمهم أرفعهم من هنا، أرفعها بالطريقة ديت حتى في الحتة الفاضية من الكيكه. واجيب يا اما بحط شويه من صلصه المانجا جوه الفاكهه ديت اللي احنا قلنا عليها، بتبقى جزء كده لو انا مش عايز احط صلصه على الطبق، او لو عايزها تقع على الكيكه بحط شويه صغيرين هنا، وبنحطها هنا مع العنقود ونسيب شويه منهم ينزلوا. لو حبيت نحط الفراوله بتتماشى مع التروبيكال او مش تروبيكال، تبقى الوان مختلفة، أو بخليها كجزء من الكيك.